فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدعاء يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بأن تذكره سبحانه وتعالى بذكر أسمائه مسبحا أو مكبرا أو مهللا أو حامدا أو مستغفرا أو تاليا لكلامه سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة أن تسأله جل وعلا متوسلا إليه بأسمائه، ويناسب في كل مسألة ذكر ما يناسبها من أسمائه جل وعلا. فإذا سألت الرحمة تتوسل إليه باسم الرحمن واسمه الرحيم، وإذا سألت المغفرة تتوسل إليه باسمه الغفور، وإذا سألت الرزق باسمه الرزاق، العفو باسمه العفو، وهكذا يدعى جل وعلا متوسلا إليه بأسمائه. والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه من أعظم الوسائل وأحبها إلى الله جل وعلا، ولهذا قال في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.